العافية. خالد الزير من سلوان، طبعا امبارح يعني صار معي مشكلة بدي احكي عنها. في عندي انا اسكوترات هذول تاعون الاولاد، طبعا حملناهم في سيارة مع شباب، طبعا وانا كنت في بيت لحم في هذا الوقت، وممرقين وقفوهم شرطة الشباب اللي معهم الاسكوترات، فاتصلوا علي. كان معي ابن حسين، طبعا مروح من بيت لحم كنت الساعة 12 بالليل هذا الحكي، فقالوا لي اجي على مخفر الشرطة اللي هي مخفر مرية في تل بيوت. فجيت بينت لهم الفواتير تاعون الاسكوترات وفحصوا، واتصلوا على الزلمة اللي اشتريتهم منه، اتصلوا على تل أبيب اصحاب الشركة اللي باعوهم للاسكوترات، وكل شيء كان 100%. طبعا حجزوني تقريبا للساعة 3، انا وابني كان معي، فطلبت اني ادخن سيجارة، اللهم صل على سيدنا محمد، فصيح فيه الشرطي وقال لي دفعني قدام ابني، بقول له ليش بتدفع؟ المهم هجموا علي حوالي 7-8، بطحوني في الارض طبعا وكلبشات وضربات على راسي، وانا هلا حاليا في المستشفى هيني في شعرة سيدك بسوي الفحوصات من غير اي شيء. تم الاعتداء علي وعلى ابني كمان حسين، يعني عمره 7 سنوات، حشروه في غرفه وضربوه على راسه ضربه في راسه هون مبينه. فهذا اللي صار معي امبارح، روحونا الساعه 4:30 تقريبا من المغفر بعد ما مضيت على كفاله، والسكوترات طبعا حجزوهم مع انه الفواتير كلهم قانونيات وكل شيء 100%. وهذا اللي صار معي وبعدين الله يعطيك العافيه.